بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخوتي الكولابوراتور، نشكر الرب بهاللحظة لأنه رح نعيش مع بعض هالتأمل الصغير بهالزمن، زمن الصوم، زمن القوي، زمن النعمة، زمن يلي بنفتح فيه أبواب السماء مثل ما بنقول بليتورجيتنا المارونية. بدنا نستدعي روح القدس، ما نطلب منه يجي يحل عقلوبنا، يحل حياتنا. هو روح الله، روح الحب، هو النار المشتعلة بقلب الثالوث الأقدس. روح القدس هو النار المشتعلة بقلوبنا. تعال يا روح الله، مستدعيك تجي بهاللحظة من خلال قلب العذراء، من خلال قلب مريم يلي هو مليان منك. تعال يا روح الله، تعال أنت نار من السماء، النار اللي بتحرق خطايانا وبتشعل قلوبنا بحبك. تعال روح الله، لأنه نحن بحاجة لإلك، بحاجة لقوتك، بحاجة لسلامك، بحاجة لفرحك وكل هيباتك. يا روح الله، نحن من دونك ما في سلام بقلوبنا، ما في خلاص. أنت الروح المنبثق من الآب والابن، من حب الآب والابن. تعال واشعل فينا هالحب، أنت الشركة الإلهية، أنت اللي بتجعلنا نشترك بالطبيعة الإلهية، أنت وجودك هو وجود الله بحياتنا. يا روح الله، بوجودك ما في خوف بحياتنا، ما في قلق، ما في غضب. نحن أكثر من أي وقت بحاجة لك يا روح الله. تعا وأشعلنا، تعا وطهرنا، تعا واشفي جراحاتنا. نحن اللي منقلك أنت الشافي الجراحات، اشفي ما كان معلولا، اشفي جراحاتنا وألامنا وعذابنا، وحولهم كلهم من ألام وعذاب إلى فرح القيامة. تعا يا روح الله، هلأ ما نفتح قلوبنا لإلك، لأن وجودك هو خلاص. تعا يا روح الله، من خلال قلبنا العذراء، أنت اللي ساكن بقلوبنا من يوم المعمودية، جدد وجودك بقلوبنا، عمول العجايب بقلوبنا بحياتنا. ازرع فينا كلمة يسوع، كلمة الله، حتى لنعيشها، حتى لتصير جسد بحياتنا، حتى لتتجسد بحياتنا. تعال يا روح الله، نحن بحاجة لك، نحن نشكرك. ما نفتح قلوبنا لك وعائلاتنا ونوايانا وكل شخص حاملينه بقلبنا، خاصة بلدنا، كل ألام وعذاب المرضى كلهم منحطهم تحت قوتك. تعا فيض علينا يا روح الله، فيض مثل شلالات، مثل ينابيع الحياة، ينابيع الماء الحي، أنت ينبوع الماء الحي. تعا يا روح الله، نحن بحاجة لك. تعا من خلال قلب مريم، افتح لنا قلوبنا، افتح عقولنا، افتح أجسادنا، افتح حواسنا الداخلية، حتى لا كلمة الله وكل شيء رح نسمعه تفوت على عمق أعماقنا وتملينا فرح وتحررنا، تعطينا حرية أبناء الله. تعا أنت اللي تصرخ فينا أبا، أيها الآب، أنت بيي وأنا ابنك بيسوع المسيح، أنت ما بتتركني أيها الآب. يا روح الله، أنت اللي تصرخ فينا أبا أبا، حتى لا من جوا، من عمق أعماقنا تطلع الصرخة بقلب ألامنا، بقلب عذابنا، ونحس الله الآب بيننا، ما بيتركنا، ما بيتركنا. هو الآب الرحوم، هو اللي كله رحمة من أجلنا. بنفتح كل هالرحمة لإلنا، وبتنزل أضعاف وأضعاف من هالرحمة، شلالات من الخلاص والسلام على قلوبنا من رحمه للآب. أنت اللي تصرخ فينا اسمه ليسوع، اسم يسوع هو اسم خلاص. أنت اللي بتجعلنا نقول يسوع أنت ربنا، أنت سيدنا، أنت اللي ما في صلاة إلا من خلالك يا روح الله. تعا أنت الروح يلي الله الآب نفخه فينا لما خلقنا، نفخ على التراب، وهيك خلق آدم، هيك بتخلقنا. أبعث روحك على الأرض وكل شيء يتجدد، بقلنا المزمور، كل شيء يتجدد. نحن هالخليقة، نحن هالأرض،
هالأرض العطشانة، نحن الأرض المتألمة بقوة هالروح بترجع تنتعش وبتصير كلها حب وكلها سلام. تعال يا روح الله من خلال قلبها العذراء. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أخوتي، بقوة الروح القدس ما نعيش هالتأمل، بقوته للروح. مش هيك استدعيناه حتى يفتح لنا قلبنا وحياتنا. أنا بفرحة كبيرة مقدر أتواصل معكم حتى لو من خلال هالشاشة، ولكن حتى نصلي مع بعض، حتى نصغي لكلمة الله، حتى نطلب منه كلمة رجاء، كلمة أمل، كلمة تشجيع بقلب هالألام والعذاب اللي عم نعيشها بلبنان. أكتر شيء بقلب هالألام وهالعذاب كله، وأنا بدي لكم أن أنتم عطول حاضرين بصلاتي أكتر وأكتر، خاصة بهالزمن الصعب، زمن اللي فيه ضيقة، فيه ألام، فيه ظلمة، مش عارفين وين رايحين، زمن المرض بسبب الكورونا، زمن يلي مش عارفين وين بدنا نروح، زمن يلي مفكرين وحاسين انه كأنه انغلقت ابواب السماء علينا وما في غير موت حوالينا وخوف وقلق. اخوتي، بدنا نخلي كلمة الله تبدد كل هالظلمات وتعطينا ثقة 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 بالآب. بهالتأمل يلي رح نعمله سوا بزمن الصوم، هو تأمل يلي بيخلينا نعيش صلب الصوم. شو معنى الصوم لقلنا؟ أنا بستوحي هالشي كمان من كلمة عطانا إياها الأب العام، الأب مارتينو، اللي هو بيسلم كتير كتير عليكم وبحبكم كتير وبيصليلكم كتير، يلي رح يحاول يتواصل معكم بأقرب وقت ممكن. كلمة عطانا إياها للجماعة، على جماعة وحدة السلام، عن الصوم وعلاقة الصوم بروحانية السلام وبهبة السلام. قالنا الصوم هو زمن قوي، زمن قوي، زمن نعمة خاص جدا جدا. مش نحنا منقول بالصوم تفتح أبواب السماء؟ مظبوط مظبوط. زمن الارتداد. وبقلنا بيرمارتينو شو هو الارتداد؟ الارتداد مش بس يمكن حالة عشناها مرة بحياتنا لما اختبرنا حب الله وتبنا عن خطايانا ورجعنا لإله، ولكن حالة متواصلة. والصوم بيذكرنا انه نحن بحالة ارتداد متواصلة. ما هو الارتداد؟ الارتداد هو الرجوع الى حضن الآب، الى رحم الله. هيدا هو الارتداد. كتير حلو نفكر انه انجيل يلي يسوع بيخبرنا عنه، مثل البي الرحوم اكتر من ابن الشاطر، البي الرحوم، لانه هو المحور بهالانجيل، انجيل لوقا فصل 15. الصوم هو ركضتنا صوب الآب، أو أحسن أكثر من هيك، هي الآب عم بيركض حول صوبنا. وقتا نحن من نقرأ هالإنجيل الرائع، رائع جدا، يلي بي كمان زمن الصوم هلأ بهالأحد بالكنيسة المارونية نصغيله بالليتورجية ومنصلي، ابن الشاطر أو الأب الرحوم. حلو نفكر انه محور هالانجيل هو الاب يلي فاتح ايديه ناطر على عتبة الباب انه يرجع ابنه، هالابن يلي تمرد عليه وقال له اعطيني كل شيء عندك اياه بدي فل. التمرد هيقول له للاب انا ما بدي اياك، انا ما بعترف فيك انك بيي وانا مني ابنك. وهالابن فل، ونحن نعرف شو صار. بيقول يسوع
انه بدت كل شيء بالخطايا ووصل القاع القاع القاع. وقتها وصل القاع عم يشتغل بمحل انه يرعى الخنازير وما في عنده حتى اكل كانوا يعطوه للخنازير. يعني قديش نزل بالجورة هالابن يلي الله الاب خلقه على مثال ابنه يسوع. تصور لأي درجة. شو بدنا الانجيل؟ انه بوقت هالقعر وعي ورجع الى زيته قال شو عم بعمل؟ خليني ارجع على بيت بيي، انا بقبل انه يقبلني كاجير له، كخادم، كعبد، ما بدي اكثر من هيك، على قليله باكل. ليك شو كان فكره؟ برجع بس برجع كعبد. ولكن عم نعرف انه وقت رجع عند بيو وبيو ناطره، طلع فيه الاب ناطره، يمكن سنين ناطره، فاتح هالقلب، فاتح الحضن، فاتح الايدين، وبيقول انجيل ركض صوبه وقت شافه عن بعيد، لانه احشائه صارت كلها رحمه وشفقه ورأفه. شو حلوه هالصوره، رحمه الله يلي بتجي من احشاء الله. انت بتعرفوا بالكتاب المقدس بالعهد القديم كلمه رحمه الله جاي من الرحم، من الاحشاء. ركض صوب ابنه، بالنسبه للعقليه القديمه انه شخص مسن ومهم مثل الاب يركض، هذا بيعني انه عن جد كانه تخلى عن عرشه، تخلى عن مكانته كرمال ابنه. انحنى زيته له وراح عند ابنه. شو بقول الانجيل؟ عبطه على عنقه وبقوة وبلش يبوسه. شو حلوة هالصورة. وابنه راكع يقول له أنا ما بستحق، أنا نخطيت قدام السماء قدامك، ما بستحق كون ابنك، بدي يكون أجير، بدي يكون خادم، بكفينا شيء. بينما البيش قال له، ما قال له مزبوط، أنت خادم وتستحق القصاص وتستحق. شو بقول له البي؟ بقول للخدم تعوا بسرعة حضروا العطور، اللباس الأجمل والخاتم الأجمل. هيدا الشيء كله شو بيعني؟ رموز لعزة نفسه، كرامته البنوية. أنا هالابن هو ابن عطول ابن، حتى لو هو بقلب الخطيئة عطول ابن لإلي، عطول بقي ابني، ولا مرة تغيرت نظرة الآب عند ابنه. وخلينا نحتفل ونأكل العجل المسمن، هيدا ابني، هيدا ابني. كان ميت ورجع، كان ميت وصار حي، كان بالغيبوبة، كان ضايع، رجعت لقيته. شو فرح الآب وقت رجعت لقيته. ولاحظوا شو الابن الأكبر بيعمل. الابن الأكبر وقت سمع هالغنى والاحتفالات وبلش الغضب فيه، انه معقول يا بي عم تعمل هيك مع خي؟ ولو ما انت لازم تقاصصه، لانه الشيء عمله بيستحق القصاص، لانه عقلية الابن الاكبر ما عقلية بنوية. عيش مع بيو ولكن مش عيش كابن، مش حاسس حاله ببيت بيو. ولو انا عطول عيش معك ولا مرة عملت لي احتفال، شفته مش حاسس انه بيو هو بيو، مش حاسس بفرح بنوته. عيش كأجير مع الأب، كأجير. بيو قال له يا ابني ما أنت معي عطول، وكل شيء أنا إلي هو إلك، كل كنزة هو كنزك، وكل فرح هو فرحك. ولكن هيدا خيك كان ميت بده يعيش. في أحدى أواخر آباء الكنيسة اسمه رومانوس المنشد يلي درس كمان ببيروت، مع أنه هو مش أصله مش من بيروت، كان يكتب أناشيد رائعة عن الأناجيل وعن أسرار المسيحية. كتب نشيد رائع عن الآب الرحوم والابن الضال، وبيتخيل هالأب الكنيسة رومانوس الحوار بين الآب وبين الابن الأكبر، أنه كيف الابن الأكبر عم بيقوله للآب أنا ما بدي احتفل بخيي، وأنا أنا أنا غائر يعني غيور، وما بدي غيران،
باردون غيران، وما بدي انه بيي يحتفل برجوع الابن الثاني. ورومانوس بيقول انه الاب فتح قلبه وحكي مع هالابن الاكبر وقال له كيف خلي خيك يلي رجع من الموت، يلي رجع من الخطيئة، من البشاعة، لأنه بيفسر أنه وقت شافه كان بشع على درجة، لأنه الخطيئة هيك عملت فيه، شوهته، شوهت صورته. هو يلي مخلوق على صورة ومثال الابن توه. وقت شفته ما هو قال له ما هو خليقة إيدي وهو طلع من أحشائي، كيف فيي ما احتفل وارجع ضمه لقلبي؟ كيف ما فيي احتفل؟ مش هيك قال له الابن الاكبر، فوت انت كمان بمنطق رحمتي، بمنطق احشائي، بمنطق رأفتي وشفقتي على هالابن يلي بحاجه لخلاص. كيف ما بدي خلص هالابن يلي طلع من احشائي حتى لا يعيش؟ لانه انا فرحتي، هيدا بقول شغله رائعه، فرحتي هي شوفه عايش، فرحتي هو يشوف الحب فيه والخلاص، هذا فرحة الأب. بقول رومانوس إنه هو بيتخيل إنه ابن الأكبر وقتها شاف قديش رحمته كبيرة للأب بلش يقتنع. بقى إن شاء الله نحن نقتنع كمان. الصوم هو هاللقاء مع الأب أخوتي، نحن مصلينا هلا بقوة الروح القدس إنه يصرخ فينا أنت 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 بيي أيها الأب وأنا ابنك. ليه عم قول هالشي كله يا اخوتي؟ لانه زمن الصوم هو زمن هاللقاء مع الاب الرحم، وبالزمن اللي عم نعيشه زمن فيه الام وعذاب كتير كتير، نحن بحاجه نتلاقى فيه للاب، نحن بحاجه نتلاقى فيه، بحاجه نتلاقى فيه بعمق اعماقنا كبي رحم. لانه طبيعي قدام المرض، قدام الخوف، قدام الموت، قدام الضيقه، قدام كل شيء عم بصير، خطر الحرب، إنسانيا الواحد بيخاف، بيقول يا بيي أنت بيي ولا أنت تركني؟ ليه عم تسمع بهيدا كله؟ بكل شيء عم بصير ليه عم تسمع فيه؟ وقتها منحس بقلبنا هالنوع من التمرد للآب، منقول الله تركنا، الله ما عم بيشوف علينا، ما عم بيتدخل، ما عم بيتدخل. نحن بحاجة لنرجع لهالأيقونة الإنجيلية، نرجع نختبر حبه لله وحب الآب. تعرف أخوتي، وقت نحن وقعنا بالخطيئة بآدم، لأنه كلنا بآدم، بيقول مار بولس رسالته لأهل روما، كلنا بآدم سقطنا، طبيعة البشرية كلها سقطت. وتشاف الآب ابنه، وهيدا رمزية ابن الضال يلي عم بفل، يلي عم بتمرد لبيه، عم بيهرب منه، بهربانه لقلو، شوه حاله، شوه حياته وضاع ومات. وتشاف الآب ابنه شو عم بصير فيه الآدم، شو قرر؟ قرر يبعت ابنه بالطبيعة الإلهية، ابنه يعني يسوع، جسد الابن كرمال يخلصنا وكرمال يفوت بنزلته إلى جحيمنا، يفوت على قلب جحيمنا وياخد آدم ويخلص آدم ويحرره ويرجعه للآب كابن كله كرامة وكله حب. نحن من خلال تجسد يسوع المسيح، من خلال ألامه، موته وقيامته، من خلال الفصح يلي نحن هلأ عم نتحضر له، نحن رجعنا للآب من خلال صليبه ليسوع، من خلال قلبه المفتوح على الصليب، من خلال جروحاته، من خلال حبه، من خلال قلبه نحن رجعنا للآب، من خلال قوة قيامته عطانا السلام. وهون من نوصل مع الكاريزم، مع هبة السلام، مع هبة وحدة السلام. عطانا السلام اللي هو هبة صلبه وهبة قيامته. بقيامته وقت ظهر تلاميذ بالقلية نفخ وقال لهم خذوا السلام، بعطيكم السلام، ونفخ فيهم الروح القدس. خذوا السلام،
السلام هو رجوعنا إلى الآب، السلام هو المصالحة مع الآب. بدي أقرأ لكم من نبي يوئيل اللي نحن بكنيستنا اللاتينية نقرأ بأول نهار صوم، يعني عندنا أربع ترمات. النبي يوئيل بيقول بالفصل الثاني شغلة رائعة جدا، يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب، كثير الرأفة، ويندم على الشر. وبيقول النبي: لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقديمة وسكيبا للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضعي الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجرتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا: أشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. اجعلوا إلي، هذا صرخة الآب، ارجعوا لي، ارجعوا لي من كل قلبكم لأني رحيم رحيم رؤوف. مر بولس كمان بزيت هالليتورجية نحن نقرأ من رسالة مر بولس الثانية لكورينثوس، بيقول مر بولس بالفصل الخامس نحن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح، أقول كأن المسيح من خلالنا عم بقلكم، تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله، خلوا مصالحته ورحمته تدخل إلى قلبكم، خلوه يصالحكم، خلوه، لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة أي المسيح خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا نقبل، أن لا تقبل نعمة الله باطلا، لأنه يقول: في وقت القبول سمعتك، وفي يوم الخلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، وقت قبول، وقت النعمة، هو ذا الآن يوم الخلاص. عم بترجينا مر بولس، وعم بقول يسوع من خلالنا عم بترجيكم: تصالحوا مع الله. اخوتي، هذا هو سلامنا. لما نحن بالفصل الثاني من رسالة مر بولس إلى أفسس منقول المسيح هو سلامنا، منقول كيف سلامنا؟ لأنه صالحنا مع بعضنا البعض، وصالحنا مع الآب من خلال صليب، من خلال جسده. عم بقلنا يسوع السلام هو تتصالحوا مع الأب. أخوتي، اللي عم بصير حوالينا، اللي عم بصير ببلدنا، عم بصير بعائلاتنا، عم بصير بالعالم كله، هو نتيجة بعد الإنسان عن الله، نتيجة البعد الإنسان عن الله. كل الكتاب المقدس من أول للآخر عنده نظرة روحية ولاهوتية لكل هالألام والمشاكل وكل الضربات يلي منعيشها نتيجة خطيئة الإنسان. الله ما بده هالشي، مش هو يلي رايده. ونحن نتمرد نقول: يا الله ليش؟ مش إنه الله رايد هالشي، ولكن الله بيسمح أوقات إنه نعيش نتيجة خطيئتنا، نتيجة بعدنا، مثل ما سمح إنه ابن الضال يفل وبفلته يعيش القعر بؤسه وعذابه، قعر تمرده عليه. وصل وقت كان رح يموت، بس وصل وقت انه بهالقعر قدر يرجع لذاته ويرجع من بيه ويرتد. لما الله بيسمح نعيش هالشي،
لأنه بده يحول القعر تبعونا إلى مكان لقائنا فيه. البابا فرانسيس كذا مرة بيقول إنه مكان ضعفنا، مكان بؤسنا، مكان حتى خطيئتنا في يكون المكان يلي منعيش فيه ومن منختبر فيه بقوة شو هي رحمة الله، لأنه رحمته بتتفجر بس وقتا نحنا منحس بحاجة لهالرحمة، وقتا نحن نكون بقعر بؤسنا بقعر خطيئتنا. بقول البابا فرانسيس بالعزة اللي بدعيكم تقروها رائعة جدا، يلي قال بنهار أربعة الأرميت رائعة جدا عن الرجوع إلى الآب، بيقول ما تخافوا، ما تخافوا وقت تكونوا بالقعر، هونيك لازم ترفعوا راسكم، لأنه إجا كرميلكم، بعت الآب ابنه يسوع كرمال الخطأ. يسوع كم مرة بنجي بقول أنا ما جيت كرمال الصديقين وكرمال الكاملين وكرمال يلي حسين حياتهم منا بحاجة، لأنه صديقين ولأنه منهم مريضين، أنا جيت كرمال المرضى والخطيئين. وبيقول البابا بعت ابنه يسوع وفتح جروحات وفتح قلبه كرمال حتى تكون جروحات الرحمة والخلاص. وبقول البابا تأملوا بجروحاته عطول، تأملوا بجروحات هيدي قنوات الرحمة، قنوات الخلاص، هيدي ينابيع الخلاص وأنهار هالخلاص. وتمفكر نحن مهدام الماء الفايدين من قلبه ليسوع، رحمة رحمة عم بتغسل الكرة الأرضية كلها، عم بتغسل حياتنا وقلوبنا وأرضنا وعائلاتنا، بدنا نتأمل فيها ونطلب هالرحمة. وبيقول عطول الابن يسوع فاتح جروحاته، فاتح ايديه قدام الاب بالسماء حتى يتشفع لنا، ويقول له للاب طلع بجروحاتي ورحمهم، طلع بجروحاتي ورحمهم. شو حلوه، شو حلوه هالنظره اللي بيعطينا اياها البابا فرانسيس، رائعه جدا. بدنا نغوص بهالرحمه. بقى وقت الاب بيسمح انه نوصل للقاعد لانه بده يينا نشعر انه نحن بحاجه ماسه ماسه، يعني بحاجه كامله لرحمته. بدي اقرا لكم شغلتين من النبي يونان. يونان النبي يلي اليونان هالكتاب رائع جدا، صغير بس كتير عميق. بعثوا الله إلى مدينة نينوى وقال له هالمدينة مدينة كلها خطأ، وأنا راح أضربها، راح أقضي عليها لأنه خطيئتهم هالقد كبيرة وصلت العرش، ما بقى فيه يتحمل نتيجة خطيئتهم. ونتيجة الخطيئة هي هالقصاص. روح لعندهم، بشر، قول إنه الله رحمه، قول إنه بسبب خطاياهم عم بيموتوا ورح يموتوا، بس بلكي ارتدوا، شوفوا الله كيف رحمته. رح أقرأ لكم بس هالمقطع من الفصل الثالث. قم اذهب إلى نينا والمدينة العظيمة، نادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينا وبحسب قول الرب. أما نينا فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مصوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمصوح الناس والبهائم ويصرخ إلى الله بشدة ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حموي غضبه فلنهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
أو أنت الكتاب المقدس العهد القديم بيستعمل بعض التعابير يلي بتدل عن كيف الله ما بده موت الإنسان. بالنبي حزقيال بشكل واضح بقول أنا ما بدي موته للإنسان، ولكن بدي إياه يعيش. مش هيك الخاطئ، أنا بعمل كل شيء حتى أرده لإلي. ولكن الشغلة اللي بتنورنا من نينوى هي إنه بقلب الخطيئة، وكانوا يعني خطيئتهم وصلتهم للقعر، وكانوا حاضرين للعقاب للدمار. وقتها فهموا إنه كل شيء هني عم بيعيشوه نتيجة خطيئتهم، رجعوا له وصاموا وصلوا وارتدوا ورجعوا لله. برجوعهم لألون فهموا خلصوا، الله هو رحمة يخلص، ياخذ كل شيء عم نعيشه فيكون فرصة للخلاص. يعني كل هالموت اللي حوالينا، كل هالخوف، كل الاشياء عم بتصير، هالظلمات فيها تكون فرصة لنرجع نتصالح مع الله. جرس عم يدق عم بيقول ليكو نتيجة خطيئتكم، شفتوا كيف خليتوا الشر والشيطان يعمل بحياتكم. ولكن الله ناطر انه نرجع له، بده قلوبنا ترجع، كأنه كل شيء عم نعيشه حوالينا هو معلق بقلوبنا. وإذا نحن ككل لابوراتور كمسيحيين بقوة رجعنا تصالحنا مع الآب، بتشوفوا كيف هالمصالحة الداخلية معه شوي شوي بتشع لبرا، وبتصير مثل أنهار من الشفاء بتشفي حوالينا، بتشفي مجتمعاتنا، وبتعطي السلام وبتعطي الخلاص. لأنه بس رحمة الله أخوتي من خلال صومنا وصلاتنا، من خلال انفتاحنا الكامل، وصومنا وصلاتنا لازم يكون هدفه الرجوع إلى الآب بقلوبنا شخصياً وبعائلاتنا. هيدا بيخلي كله هالرحمة هي الوحيدة الشافية، تشفي هالألم والعذاب اللي عم نعيشه، وبتحوله إلى فرح القيامة. بختم بمساج العذراء اللي بتعطينا إياه رأيا مؤخراً ب 25 شباط بمجدوريه، وقت العذراء بتقول أنا دعيتكم إلى الصلاة والصوم، عيشوا هالزمن النعمة وكونوا شهود للرجاء. لأنه بقلكم أولادي إنه بالصوم وبالصلاة حتى الحروب توقف. شو عم بتقلنا العذراء؟ عم بترددنا الكتاب المقدس. وقت يسوع بيقول بالصوم وبالصلاة بتطردوا الشياطين، وقت يسوع ببلش تبشير وبيقول ارتدوا وآمنوا بالإنجيل حتى لا تخلصوا، حتى لا يفوت ملكوت الله على حياتكم. عم بتردلنا زي الشيء العطرة، وقتها بتقول العطرة ايمنوا وعيشوا بالإيمان. مع الإيمان بهالزمن النعمة، نحن بزمن النعمة، ما السماء مش مسكرة أبواب فاتحتهم كل علينا بزمن النعمة. وقلبي الطاهر ما رح يخلي حدا منكم يعيش بهالمشاكل وبهالضربات، لأنه رح تكونوا محميين بقلبي، رح تكونوا محميين بقلب. شو حلو قلبه هو المكان يلي منعيش فيه المصالحة مع الآب. والصوم والصلاة بيساعدونا تندخل بمصالحة، نحس حالنا أبناء لله، نتحرر من عبودية الخطيئة ومن تمرد يلي عيشه الابن الضال، ونرجع له بالصوم والصلاة نتحرر من عبوديتنا ونرجع كأبناء، وكرامة الأبناء يلعطاني بسر المعودية بقوة الروح القدس. ما بدنا نخاف أخوتي، صمنا وصلاتها بتعمل العجائب، لأن بتخلي أنهار الرحمة من الله هي تشتغل، وهي تخلصنا وتحررنا وتشفي كل هالعذاب والألام اللي عم نعيشه، اللي كان من مرض واللي كان من مشاكل اقتصادية وسياسية وخطرة من الحرب. هيدا كله من عمل الشر، من عمل الشيطان. الله برحمته قداني يبدد كل هالشي ويخلصوا. أخوتي أنا حملكم بصلاتي، وكلنا منكم باتحاد من الصلاة، حتى للرب برحمته يعطينا فرح، نحس أنه نحن أبناء ما نعيش هالفترة الصوم بهالفرح، ودايحين صوب القيامة
الصلب والموت ما هو آخر كلمة، ولكن قيامة يسوع. نحن أولاد القيامة، وإن شاء الله نرجع نتلاقى بعد بغير تأملات حتى لنعيش روحانية السلام وهالزمن الأول عم نعيشه، نقدر نتعمق أكثر وأكثر بهالروحانية. أنتم على طول حاضرين بكاس القداس يلي أنا بقدمه كل يوم، أنتم وعائلاتكم وكل مرضاكم وكل آلامكم، وخاصة بلدنا لبنان. بركة الله تحل عليكم بشفاعة العذراء مريم ومر يوسف بهالسنة يلي هي مكرسة له. بسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد.